أبدا. الأماكن الخاصة كم تكلف بصراحة؟ أعطيني المبلغ من تجربتك مع ابنك. على حسب الخطط، في هناك خطط أكاديمية وخطط خطط مهارات، تكلفتها جدا عالية. يعني عشان أصلا أنا أسوي الخطة كم يعني عالية؟ كم توصل لكم؟ 14,000 فما فوق للشهر. عفوا، لا، للخطة الكاملة. اللي مدتها كم؟ اللي مدتها تتراوح ما بين 2 إلى 3 أشهر. 14,000. أربعة عشر طيب ألف. برجع لتجربتك مع ولدك، ويا ليت ناخذ منها كثير، بس اسمع.